بعض الناس، وهذه اندرج تحت التنبيه الثاني وقد يكون تنبيها ثالثا، المهم بعض الناس يقول الله حسيبك، الله حسيبك، حسيبك الله، حسيبك الله. هذه بعد البحث في الأحاديث وفي الآثار لم أجد لها أصلا. من حيث اللغة نعم جاء، من حيث اللغة قال ابن منظور كما في لسان العرب إذا قال الشخص الله حسيبك يعني انتقم الله منك. وقال الأنباري في الزاهر في أقوال الناس قال رحمه الله قال الله حسيبك يعني عالم بك ومقتدر وكافي ومحاسب، يقول تشمل أربعة معاني. يعني الله لما تقول لشخص الله حسيبك يرجع هذا إلى ما قاله ابن منظور الله ينتقم منك، من حيث المعنى لا إشكال في ذلك لو قالها الإنسان، لكن الأفضل كما سلف فيما مضى حسبي الله ونعم الوكيل. الله حسيبك يعني الله عالم بك فينتقم منك، مقتدر فينتقم منك، محاسب أن يحاسبك على ظلمك، كافي يعني أن الله عز وجل سيكفيني أمرك. فإذن الخلاصة، الخلاصة قل حسبي الله ونعم الوكيل فيما لو ظلمت، هذا هو الأولى والأحسن بك. وليعلم أن كلمة الله حسيبك لم ترد في الآثار إلا في آثر واحد، وأريد أن أنبه عليه لأنه مهم جدا، وهو ما ذكره الطبري في تاريخه، ويذكرون حديثا، وخذها قاعدة يا أهل السنة، خذوها قاعدة، الرافضة وأصحاب الفرق الضالة يأتون بأحاديث وبآثار ويقولون هذه موجودة في كتبكم، مثلا في تاريخ الطبري خذها قاعدة، ما يذكره أهل السنة كالطبري في تاريخه، ما يذكره لا يدل على أنه صحيح. ولذلك بعض الناس حتى من أهل السنة مسكين ما عنده علم، حتى لو قيل إنه طالب علم يقول نقل ذلك ابن جرير الطبري، فيوقع الناس في شبه عبر قنوات فضائية أو عبر وسائل التواصل، سبحان الله، لأنه ما قرأ ما قاله ابن جرير الطبري، قال ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير الطبري يجمع، يجمع ويذكر الإسناد، وقال في تاريخه انتبه، قال وما ذكرته مما لا يستسيغ عقلا أو يشنع على الماضين فإنما نقلته هكذا عمن نقلته عنه، والخلل عمن نقلته عنه. وقال في موطن آخر قال وليس كل ما أذكره يكون أصلا يعتمد عليه. هذه قاعدة خذها عندك لما تذكر قصة لا تليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تليق بالدين انتبه، يقول ذكرها ابن جرير الطبري. ومن بين ما ذكر في كلمة حسيبك الله ذكروا أن طلحة ابن عبيد الله جمع الناس في وقت عثمان رضي الله عنه من أجل أن ينال الخلافة وأن يخرج على عثمان رضي الله عنه، فجرى ما جرى حتى إن علي رضي الله عنه قسم على الناس من بيت مال المسلمين، فخرج من كان عند طلحة، فأتى طلحة لما لم يبق عنده أحد وقال لعثمان قد أردت شيئا أحال الله بيني وبينه وجئتك تائبا، فقال عثمان بل جئتني مغلوبا والله حسيبك يا طلحة. هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولذلك لما نظرت في سنده ذكر هشام ابن أبي هشام مولى عثمان قال عن شيخ من الكوفة عن شيخ آخر، فيه مجهولان، فيه مجهولان، حتى من ذكره قبل ابن جرير الطبري بهذا السند وهو في تاريخ المدينة ذكره عمر بن شبة بنفس السند. انتبه، خلاصة القول هذه قاعدة لك، قاعدة لك، إذا سمعت أي قصة أو أي أثر حتى لو من أشخاص
من أهل السنة وتصدروا في وسائل التواصل أو في القنوات الفضائية مما يشنع على الدين أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم وينسبه لبعض كتب أهل السنة فتوقف عنده. ولذلك ابن كثير ينقل عمدة كثير من المؤرخين، انتبه، عمدة كثير من المؤرخين كابن كثير وذهبي، عمدة هؤلاء في نقل ما يكون في التاريخ عمدتهم على ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري رحمه الله. وابن جرير الطبري سمعتم كلامه.